والله يا واضح انا كنت راح بولد شاك. شوف كيف يلعب هون. واخر شيء طاح. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله بخير. جاتكم مقطع جديد، اعذروني للتأخير صراحة لان كنت منشغل، لان نحتل موتات لزبط وزبط اشياء تقريبا. ان شاء الله يعني مع الايام الجاية بتشوفون حاجات مرة بتعجبكم، لان انا بعد فاك ميزة الانتساب مسويت لكم ايموتات جديدة وسويت لنا حركات بركات حلوة تعجبكم ان شاء الله. طبعا اول شيء بنشكر المنتسبين الاثنين واللي هو محمد وبيك سبيرت، اشكركم صراحة الله يعوضكم اضعافها. وطبعا ترى ادرنت تريكستر تغير مرتين مو مرة، فبشرح لكم الادرنت بس اللي تغيرت يا جماعة، يعني اذا في ادرن انا ما رحت له تعرفون هذا الادرن ما تغير، انا بشرح لكم الادرنت اللي تغيرت بس، ما بطول عليكم ويلا نروح للادرنت. طبعا احنا نعرف التريكستر تغيرت ادوناته، فبتطلع لكم صوره في الشاشه الحين، هذه اسامي الادونات اللي تغيرت، وطبعا تغيرت مرتين، يعني بي تي بي اول شيء تغيرت، بعدين سوى تحديث تغيرت، بعدين سوى تحديث ثالث تغيرت، عرفت ليش اني تاخرت؟ لان ادري بيصير هذا الاشياء، ظبط وضعي وعشان بوريكم كيف التغيرات كامله. طيب عندنا الادون اللي كان من هذا، هذا تغير مرتين، كان اول ترمي السكاكين بنسبه اسرع بين السكين الاولى والثانيه، كان اول شيء 5%. احنا خلوه 10%، يعني احنا نرمي السكينة الأولى، السكينة الثانية تترمى 10% أسرع، فهذا الأدن حلو، وأنت لما تحط مع الأدنات الثانية، ترمي سكاكينك بسرعة، طبعًا بين السكينة الأولى وبين السكينة الثانية، يعني ممكن السكينة الأولى تكون بطيئة، ممكن السكينة الثانية تكون أسرع، ها مثل الشيء، يعني مين إيفنت حلو يعني. طبعًا هذا الأدن يقول لكم يطول المين إيفنت نسبة 40%، كان أول 25%، احنا خلوه طو باف، زودوه 15%، فصار 40% يطول المين إيفنت. طبعا هذا الادن الكامل تغيروا، بروح لادن الصفراء. عندي هذا الادن الاصفر، هذا مثل الادن الكامل على اليمين هذا، نفسه بالضبط ما في فرق، هذا طولك مين ايفنت بنسبة 60%، هذا 40 هذا 60، فاثنينات مع بعض صاروا 100. طيب عندنا الادن الاصفر هذا، هذا الادن يقول لك اذا ما جبت الكومبو صح، ركزوا معي، اذا مثلا الكومبو ايش معناته؟ مثلا حق المين ايفنت، اذا الحين انا جليت المين ايفنت يعني قاعد اضرب الهواء بالمين ايفنت قاعد اغلط، هذا طولي بالنسبة للخاصية حقت المين ايفنت ما تخلص بنسبة 10%، يعني المين ايفنت ما بتخلص بسرعة، كل مرة اغلط في الضربة، يعني مثلا ضربت الهواء ضرب 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 ما تخلص بسرعة، هذا اختصار الادون. طيب عندنا الادون الاخضر الاخير واللي هو هذا، يعطيك نسبة 15% الابيلت ما تخلص بسرعة، مثل الادون الاصفر هذا نفس الشيء، اللهم هذا يطولك 15 هذا يطولك 10. هذا اذا نفس الشيء اذا ما جبت الكومبو صح ولا بالمين ايفنت، يعني كل مره تجلي ضربه المين ايفنت تطول نسبة الخاصيه حقتك 15% انه ما تخلص بسرعه. طبعا بروح لادونات الحمراء الحين، طبعا الادن الاحمر الاول هذا، هذا من الادونات اللي تغيرت، طبعا هذا الادن كان ون شوت في التريكستر الحين تغير، خلوه الحين كل مره تجيب سكينه صح، يعني تضرب الاولى الثانيه الثالثه تجيبها صح يعني تجيك سرعه بنسبه 1%، يعني مثل ميرت فور ديس، ميرت فور ديس 3% يجيك صح، هذا كل مره تضرب سكينه في السرفايفر صح تجيك سرعه 1%، وماكس عندك السرعه تكون 7. السلبي حق هذا الادن اذا جليت مثلا سكينه واحده يروح عليك مفعول السرعة حق الأدن هذا، فشوف أدن إذا المرة أي مرة يفيده. طبعا عندنا الأدن الأحمر هذا، هذا الأدن يقول لكم لما استعمل مين إيفنت وأضرب السرفايفر أقدر أشوف الأورا السرفايفر 6 ثواني، يعني أنا استعملت الأبيلتي الخاصية حقتي شغلتها خلاص، كل مرة أضرب سرفايفر بالمين إيفنت أشوف الأورا حقه. كان قديم أيام البي تي بي لما تشحن مستعمل المين ايفنت حقتك وتخلص يشحن عليك القدره حقتك، يعني ما يحتاج تعبي من لوكر، السكاكين حقتك ترجع تفول مره ثانيه. طبعا هذا كان شرح بس الادونات اللي تغيرت، طبعا الادونات الباقيه كلها نفس الشيء مثلها كلها بالضبط. هذا الادن ممكن بيفيدكم، ترى هذا الادن مره جبار صاير ذنه، لان هذا كل مره تضرب سرفايفر بالمين ايفنت تطول عليك الخاصيه بنسبه 4.0، يعني نص ثانيه تطول عندك الخاصيه كل مره تضرب سرفايفر بالمين ايفنت. ففي ادونات يعني جبار يا جماعه، مثل هذا الادن، هذا الادن وهذا وهذا، في ادونات يعني جبار في تريكستر، فانت شوفوا اللي يعجبكم، واذا انتم ما انتم فاهمين شيء في الادونات ارسلوا لي في الانستغرام وان شاء الله برد على الجميع. طبعا انا ما نسيت طبعا راح احط لكم كيف في تريكستر، فهذا البلد بيكون البيرك الاول يقول لك اذا فكيت لوكر اقدر اشوف الاور سرفايفر كلهم في الماب بشرط يكونون قريبين من اللوكر 8 متر لمده 5 ثواني كول داون البيرك 30 ثانيه. مع البيرك الثاني ايرون ميدن تزداد سرعه فك اللوكر عندي بنسبه 50%، والسرفايفر اذا كان داخل اللوكر وطلع يجي ون شوت لمده 30 ثانيه واربع ثواني اقدر اشوف الاورا حقه، وان شوت يعني اطيحه بضربه واحده. البيرك الثالث ديد لوك، تفعل اول جني ثاني على جني في الماب بتقفل لمده 30 ثانيه.
عندي هذا البيرك اللي هو بيرك جوست فيس. هذا البيرك يقول لك اذا كنت سرفايفر الحق في تشيس ونقز الويندو وكان بعيد عني 48 متر اقدر اشوف الاورا حقه 6 ثواني، وطبعا كول داون البيرك 40 ثانيه. خلصنا البيركات بروح لدونات. عندي الادون الاول الاخضر هذا، هذا الادون يقول لكم يسرع فك اللوكر بنسبه 25%، يعني مع ايرون ميدن تصير 75، اللي فك اللوكر تقريبا مره بيكون سريع. وطبعا لا تنسون بف تريكستر، قال فك اللوكر حق تريكستر نقصوه ثانيه، فمع هذا الادونين بيصير فك اللوكر مره سريع، مره مره سريع. وطبعا اللي ما يعرف قدره تريكستر انا شرحت لكم اياها مقطع البي تي بي، ونفس القدره ما تغيرت، اللهم كانت في 7-8 سكاكين عشان دمج سرفايفر، احنا لا خلوه نفس الشيء 6. طبعا الادن الاصفر الاخير هذا يقول لك اذا كنت امشي وانا ماسك سكاكين في يدي ازداد سرعتي 2.5. واخر شيء في الاوفرنج بلودي بارتي، هذا يعطي بلود بوينت للجميع بنسبه 100% اي شيء يسوونه في الجيم. كذا خلصنا البركات والادونات، اتمنى الشرح كان واضح لكم، اعذروني للتاخير، شيء يوم بيدي، يلا ليتس جو للجيم. يا هلا والله في الماب، شلت الرود، كل شيء تمام. البنقات مرة صاروخ صراحة، بنجلد جلد الحين في ذا الجيم صراحة. بفك لوكر بسرعة، خلنا نشوف لورا مين قريب مين قريب مين قريب قريب. ما في حد قريب من لوكر يا جماعة، ما يصير ذا الكلام. يلا باقي ندور لما حصل واحد. ما في حد الجيني، خلنا بدور جيني ثاني. هذا هذا هو هنا 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 اللي هو وش اسمه كيت، حسبني ما شايفه. هلا نوريك يا جماعة، هو بدي الجيم وش الاستهبال؟ وش فيه الجنات كذا؟ هذا تقريبا رابع جيم العبه كذا، وش فيه؟ لدرجة يعني السرفايفر صايرين جرش بزيادة، ما يصير ذا الكلام. أنا ما عملت البوكسات ولا شيء، مستحيل كذا. والله يا واضح أنا كنت رايح بلد شك، شوف كيف يلعبون. وآخر شيء طاح، رمى بلد شك وطاح، وش أقول له ده؟ طبعا ما في سرفايفر قريب عشان استنى المين ايفنت، يعني بنت حقتي ما راحت الفاضي الحين. ابي باللوكر بسرعه. والله سريع سريع اللوكر، سريع سريع حرفيا. حرفيا ذا الماب ما اشوف الاور، وانا حاط البيرك حق ال حق الدرج. جنن. ثلاثتهم ملاجين عشان كذا الجنات ما هي طبيعيه سرعتها. انا استغربت قلت كيف كذا الجنات بسرعه؟ كرمت البوكسات في يدهم بعد. هذا بيرك كوست فيس، اقدر اشوف الاورا. نزل بيسمن، نزل بيسمن، حسب لي ما ادري سمعت صوته. واو يلا خلي تفيدك ذا الصوت حقك الحين، تعال هوك في البيسمن، خلي يفيدك صوتك لما نزلت من البيسمن الحين. الله ليش تنزل بالصوت؟ انا بروح لمالكته اللي في الهوك اللي هو كيت بسرعه. شوف على طول نزل من الهوك يمسك الجيني على طول. هذا تي تي في اوكي. دوايت تعال اتوقع بيروح بيمسك مين سبرنت انت، وين الله حاطك ما ادري. استغربت والله يا جماعه، قلت اكيد عند السبرنت ما دام استناني كذا، ولا ممكن سبرنت 99 وراح عليه. مستحيل هذا من نزل من الهوك نفسه، في واحد هنا مستحيل يا جماعة مستحيل. عندي حق اللوكر بسرعة فوق، ما لا دون حق اللوكر بفك بسرعة. هدون اوكي 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 اوكي، عشان كذا ما طلع من اللوكر. ذكي ذكي، بس عليك وان شوت لما تدري اللي هو بيرك حق اللوكر، يعني حين ضرب واحدة تطيح. بيرمي على طول يا باشا، ما يبي الوان شوت. هذا بلث قوية بكسرها. اوكي عرفنا بيركاتهم هيدون وتلبوكسات معاهم. عندي البيرك استناك هنا لين ما تيجي بيدي وتاخذ ون شوت فوقها. طب اللي يسال كيف طاح بضربه، هذا بيرك الليجن اللي دخل سرفايفر في لوكر وطلع يصير عليه ون شوت لمده 30 ثانيه. وطبعا البيرك اللي لما قبل شوي اشوف الاورا ماله واللي هو بيرك جوست فيس، لان نقز الويندو اقدر اشوف الاورا حقه. سبرنت اوكي. الجيم مره مو في صالحي، مره مو في صالحي. طايح يا بعارف. ممتاز 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 ممتاز. فور ذا بيبل عنده، فور ذا بيبل كلاود كريه ده.
كبر اللوب، راح من ورا مرة ذكي. بسحب عليه لان اول هوك وغلط الحاجة مرة غلط. كنت بعلق دوايت لكن بدمج كلاود اول عشان ما يكون فول هيل احد، لازم يترستون لان الجيم مرة ما في صالحي. هذا هو اوكي. انت دوايت صدقة والله انك صدقة. بخليك سلق. هذا ميك حرقني والله مرة. معاهم بروف، اتوقع معاهم بروف وير سيلف اتوقع. خليك سلق بسرعة، بكسر جني لازم ترى امسك الجنات الحين مرة صعب. ترى الجيم لي، ترى الجنات مرة سريعة. الجيم ترى ما كمل حتى 7 دقايق ترى. هذا هنا طبعا ما استعملت من ايفنت لانه يقدر يمسك لوب فبستفيد. لايت ايوه، بس امشي اقتل كيت الحين بسرعه وامسك الجيم. طلع دي سي يا بعرف. شوفوا يا جماعه ديدلوك جنات مره تتصافق، مو طبيعي ترى ذا اللي يصير. ترى عندي جيم تو بادي على طول جني دق، بس مريت على جني واحد اشوفه وبرجع بكمل الماب. يعني ما اختلف يعني الجنات صار سريع ذي الفتره بعد، انه مره طبيعي السرعه. هذا كلاودت هنا ترى ضيع وقتك رد ما طفور ذا بيبول. تاخرت تراك، ضربت ضربه خفيفه نادر ترمي البلد. هذول حقين السرفايفر اللي التنل يجي يقولك ليش التنل ليش تكمبر، واذا هم تنل ولا كمبر حلال عليهم وانا حرام علي. صح كذا نظامكم والله مشكله. حقين السيرف دول بس اللي يلعبون سيرف ترى اللي يقولون زي ذا الكلام، اما اللي يلعب كلر سيرف يعني فاهم وضع يعني، والفاهم يعني في اللعبه فاهم وش اقصد يعني بكلامي. لايف ياب واضحه ترمي البلد على طول. هذا البركوست فيس جامد. لما انا فلوب لوبهم زي الزفت لكن جناتهم صاروخ مره سريع الجنات يا جماعه. ترى انا ما امزح معاكم جناتهم سريعه مره اعوذ بالله جناتهم مره سريعه، لكن فلوب ترى هم لعبهم ماشي يعني. شفتوا كيت بدايه الجيم رمى بلات الشاك على طول حتى يعني انا بعيد مره. كم عندي كم واحدة نقدر ارميها له؟ اتوقع بيروحون يدبلون الجيني. لا غريبة ليش ما دبلوا الجيني؟ من عادتكم تحبون تمسكون جنات بسرعة. هذا اللي ضدي ترى مرة حريقة، مرة حريقة. لازم اقتل واحد ثاني لان اكيد هم يدبلون جيني ولا يهيلون ولا ما ادري ايش يسوون يعني الحين. وطبعا بستعمل السكاكين. ايوه انا حاسس ان في واحد من ايفنت ديت. خلاص ممتاز مسكت الجيم يا جماعه. نايس بلدي انا يا جماعه. صح ان ما في شيء للجنة ممكن بس ديد لوك، ولكن اقدر امسك الجيم في اللوب يعني حرفيا يعني في اللوب ما يمديك تلوب. مثل بيركوست فيس شفته ميج يسوي لي مايند جيم يرمون بلت ايزي ويكمل طريقه. ترى هم يلعبون متوترين مره بعد، ترى مره متوترين. خلنا نشوف لورا، ما في احد قريب من لوكر. لوكر هذا دقي شوف اوكي ما حاطين هاتش في الشاك، لكن الاغلبيه بترسبن في نص الماب. لكن متاكد يعني ممكن ترسبن في الشاك حتى المكان ما فيه اوفرنج، اغلبيه ترسبن في الشاك بعد. خلنا ندور في نص الماب. ها هذا كلاود شفتها ياب، انا شايف سكراتش. شوف حتى هون فاهم انه بترسبن في نص الماب. القم يلا. اوه يا الجيم، الجيم يا جماعه مره كان صعب، مره صعب اعوذ بالله. بعرف بس وش بركاتهم. اجلطني. بروف براني بارد، والله نحاس. اتوقع انه براني بارد لكن ما حطه في اخر ثواني. والله ذا الجيم يا جماعه معليش مره الجنات سريعه كانت. وهذا ريزيلينس ولا هوميج. اغلبهم لايت، هذا لايت وهيدون جديده دي. حاس فيده. ميرت فور ذيس كلاودد. بلدهم جنات حرفيا، قلت لكم لوب. مرة لعبهم سيء في اللوب، لكن جنات مرة سريعة. بس والله اني كنت بجرب لكم هذا بلده تريكستر نفسه، واللي هو الشحن السريع في اللوكر والاورا،
نفس الوقت امشي بسرعه وانا ماسك السكاكين معي، ينفع مع المين ايفنت. وصراحه بلد كان مره ممتع واستمتعت فيه للامانه. شكرا للمشاهده واشوفكم على خير.